السلام عليكم، مساء الخير، مساء النور. لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، هانيين، دايرين مع الحجر الصحي شي وادك؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. المهم ان شاء الله اليوم غادي نكملوا لا فيديو ديالنا ديال لا كونسيبسيون. غير هو اليوم ان شاء الله ما غاديش نوريكم كي درت قديتك البلان ديال الطاج ديالنا، لاننا فينيتو صراحه. الله ما حسيتش راسي، لقيت راسي يعني قديت وصوبته بلا ما سجلت صراحه الطريقه ديال الخدمه. المهم نقدر غادي ان شاء الله غادي نشرحوا هذا البلان هذا واش درنا فيه باش يعني تكونوا على درايه بهذا الشيء هذا كاع كامل. واخا هذا هو البلان ديال الريتشوسي ديال لي ماغازان اللي خدمناه لا فيديو اللي داز، وهو نفسه حاول ندير له كوبي لاتونا كولي داكور. هو الموديفيه ليه بيان سور لا كاج اسكالي ديالنا ديال الدروج، هاد لا بارتي ديال الدروج ما غاديش تغير، كتبقى فيكس في بلاصتها، يعني ما غاديش نغيروها حيت كتبقى تكون عندنا لا كاج اسكالي وحده في الموبل ديالنا كامل. متفقين؟ اللي غيدخل جديد هي في الصاله ديال الدار. حتى بالنسبه لي بوطو ما غاديش تغيروا لي بوزيسيون ديالهم، دونك يبقاو كما هما. غير هما الا لاحظتوا معايا هنايا لي بوطو كانوا عندنا في هاد القناه هادو طلعوا الفوق، هنا راه ماشي لي بوطو اللي طلعوا، هنا راه حنا اللي خرجنا بواحد الان متر. مثلا نقول لكم نعطيكم مثال، كتكون غادي مثلا في طريق كطيح الشتا كتلقى مثلا شي دار عندها واحد لابارتي خارجه في ليطاج ديالها، يعني كتدرق فيها الشتا، هذيك هي داك لابارتي. يعني هنايا في الريتشوسي ما غاديش تلقاوها، ولكن في ليطاج غادي تلقاوها، كتكون خارجه بواحد ان متر اللي بيان سور كاينه في لي نورم اللي كتعطي لنا الدوله باش نخرجوا بها على لافاساد ديالنا كاع كامله. هنايا درنا واحد لاكور، بما ان الباتيمون ديالنا عنده ان سول فاساد، دونك اضطرينا نديرو واحد لاكور هنايا. متفقين؟ اللي غا بيان سور غادي يدير لنا واحد الاضاءه ويدير لنا واحد التهويه. المهم عنده بزاف ديال لي زافونتاج، دونك حاولنا اننا نديرو الباب ديال الدخله من هاد القنت هذا. كانت عندنا لابوسيبيتي باش نديرو الباب ديال الدخله هنا او لهنا، انا فضلت نديرها هنايا. دونك اختارينا نكون الصالون هنايا، لان اون فوا تدخل من الباب ديال الدار دونك يكون من الافضل انك تلقى الصالون هو اول حاجه، حيت ملي كيجيو الضياف بيان سور يعني كيدخل من الباب غيدخلو نيشان للصالون. يعني ما يمكنش يعني مثلا ديرو في التالي ديال الدار ودير مثلا الشومبر ديالك هنا، الكويزين ديالك، المسائل ديالك، وتم داخل بقيت تسالي لك الضيف في الدار كاع كامل عادي يوصل للصالون. دونك حبذا ولا انك دير الصالون يعني في الاول ديال الدار داكوغ. حاول ندير انا واحد لبسي سيجور صراحة، الله جاني هنايا ضيق شي شوية ما بين جوج لي بوطو، اضطريت انني نديرو هنايا واخا جاي صغير بزاف، ولكن المهم غيكون واحد الفوتوي هنا مثلا، واحد الفوتوي شي طبيلة صغيرة هنايا تشرب بيها كويز ديال القهوة مزيانة. حاول ندير الكوزينة هنايا واخا جاية صغيرة، ولكن المهم جاية على السرجم جاية مزيانة، يعني ما لقيتلاش شي بلاصة محسن من هادي. دونك هنايا انا ما بغيتش نشارك دبل في سي مع الطواليت، دونك خليت كل واحد بوحديتو، درت السال دو بان ديالنا هنايا، قلت لكم دو في سي مع التواليت اسمحوا لي. لا سال دو بان مع دبل في سي، يعني طوات مع الحمام ديالنا. حاولت ندير دبل في سي ديالنا هنايا، لا سال دو بان ديالنا، الدوش ديالنا هنايا. دونك هاد الكولوار كيبقى خاوي، كيوصلك هو اللي كيوصلك للشومبر ديالك بيان سيغ. هنا لا كور صراحة الله نسيت ما فتحتش واحد الباب هنايا، او لا نفتحها هنايا الصالون، ما عرفتش بالضبط واش نفتحها على لا شومبر غيكون حسن ولا على الصالون. كنظن نفتحها على لا شومبر غيكون حسن، غتجي مزيانه. دونك بحال واحد يعني بحال واحد سباس ديال جو سي با، يعني ديال استرخاء، ولا يعني انسان يرتاح فيه، دير فيه واحد الطبيله، واحد دو شيز، وقاعد تقدر مثلا دير مثلا شي حاجه تدرق عليك مثلا كان شتا ولا شي حاجه. يعني غيكون بالنسبه للشومبر غادي حنا ما نستغلوش مسائل واحده اخرى، يعني نشرب فيه حوايج ولا شي حاجه، داكشي يعني تراديسيونيل بزاف، دونك كاين سطح نستغلو حنا في شي يعني في شي حاجه اللي شي اسباس ديال الاستراحه وصافي. دونك نحاولوا نحلوا شي باب هنايا جو بونس، من بعد نترجم شي شويه لهنايا ونفتحوا شي باب هنايا غيكون مزيان. دونك نفتح الباب وداك الساعه نولي نكمل الفيديو. دونك هنا راني درت واحد الباب هنايا، كنظن تكون غير صغيره 70 80 سنتيم داك الباب، يعني صغيره بصافي.
حاولت ندير واحد الدرجة هنايا، يعني باش الشتا إلا طاح الشتا ولا شي حاجة ما يدخل الناس وسط ديال الشومبر، يعني درجة ديال 10 ولا 15 سنتيم هتكون مزيانة. دونك سا مارش، نادمنا واحد لافونيتخ هنايا واحد لافونيتخ هنايا على حسب الميور، المهم كتبان لك هادي كبيرة ولا صغيرة على حسب الميور وصافي. دونك هادي تدخل لينا بيان سور الضو للشومبر ديالنا، دخلنا الهواء فوالا. وهنا كذلك بالنسبة للصالون، الصالون غيكون عندنا ضوء من جوج جهات، داكشي علاش حنا ديما تيكون الصالون ديما ضوء، يعني كنفضلو ان الصالون يكون مزيان يعني مضوي. دونك هنا دايرين الضوء من هنا من الجهة، السرجم ديال لاكور والسرجم من لافاساد ديالنا. دونك هادشي اللي كاين، لا كوتاسيون ديالنا مريقلة الحمد لله، كلشي بخير وعلى خير، كلشي أمر الله وحده. دونك لاركتيكتور كتكون يعني سامبل بحال هكا ديال الباتيمون، يعني مكاينش شي ديفيكولتي صراحة الكبارين، كيبقى المشكل في لي ميزور ديال لي شومبر ديال لي صالون ديال لي تواليت. على حساب دابا انا عندي مثلا هنايا السيرفاس ديال الباتيمون ديالي اللي هي 9×9.81 متر كاري، دونك قليلة باش تخرج منها مثلا دو شومبر، تخرج منها مثلا مثلا شي كويزين مزيانة كبيرة فهم. و تاد الاكور تا هو زاد ضيق عليا، كان ممكن مثلا نخرج ان اوتر شومبر مثلا، صافقين نخرج دوزيام شومبر، ولكن لاكور تا هو يعني نيسيسير في هاد اللحظة هادي، يعني عندك فاساد وحدة دونك هاد البلاصة هادي ما غيوصلهاش الضو، دونك سي اوبليجي باش تخرج واحد لاكور تيكون عليه 4×4 متر، دونك سي اوبليجي باش ديرو. ولكن سا مارج كتبان لينا دار مزيونة، يعني دو بيغسون ولا تخوا بيغسون كاع، ماكسيموم 4 بيرسون اللي يشوف فيها سا مارش. دونك سا مارش، جيسبر تكونوا استفدتوا بعدا شي شويه هاد النهار. الا كان عندكم شي تعليقات ولا شي حاجه، يعني بغيتوا تقولوا شي حاجه، بان لكم شي حاجه ماشي هي هذيك بغيتوا تعلقوا عليها، والله العظيم افيك بليزير اني يعني نسمع الانتقادات ديالكم، والله بصدر الرحب بصراحه الله. شكرا بزاف، والناس اللي جادين يتابعونا معنا الصراحة ما عنديش مع الصواب بزاف، دونك شكرا بزاف والسلام عليكم.